هنا بالتحديد كانت تتمركز قوات الاحتلال أكثر من شهر كامل. كل معالم المنطقة تغيرت بشكل كبير جراء تجنيد القصف والنفوذ المباشر للمنطقة. يشير إلى أن 23 جنديا إسرائيليا أصيبوا بالجروح في معارك قطاع غزة في الساعات 24 الماضية، لكن إذا ما حسبنا تراكميا في الأيام الثلاثة الأخيرة نتحدث. I can't skip this. I've already seen all this. I've already